مأنو أنا رايحة، رح أتأخر مراجعة للمساء، لهيك ما بدي وصيكي بنتي ساعدي منتهى بشغل البيت. أي حاضر أمي. لا تضلك ماسك الموبايل، يلا روحي وساعدي مرت أخوكي. أي روقي سمعتك أمي، ما تاكلي هم، رح ساعدها وكل شي رح يكون تمام. هلأ أنتي روحي يلا بسرعة، عمتي بتكون عم تستناكي. إيه وشو بصير إذا استنوا شوي؟ أكيد ما رح تموت يعني. عم قلك هيك لأنه أبوكي رح يرجع على البيت متأخر اليوم، وإذا أيان رجع على البيت وشاف منتهى عم تشتغل لحالها بالمطبخ رح يتضايق أو يعمل مشكلة. ما تاكلي هم ماما، بوعدك رح ساعد أختي بكل الشغل ولا يهمك. يلا مع سلام. ألو إيه ثانية، أمي راحت هلأ، يلا فيكي تجي.